قل من يوجه الشباب حتى من العلماء، عند ذلك يسعى الشباب وراء ما يسمعون ويرون من الأشياء التافهة، فما هو توجيهكم؟ على كل حال موجود من أهل العلم، موجود العلماء بحمد الله موجودون، وإن كانوا قليل بالنسبة إلى غالب البلاد قليل، لكن على كل حال طالب العلم إذا سعى وطلب العلم وجدهم، وطلبهم وجدهم. إن المصيبة عدم الطلب وعدم الاتصال بهم والانزواء بنفسه والاشتغال بنفسه، فقد يغلط كثيرا ويخفى عليه كثيرا. فيجب عليه يسعى في طلب العلم ويعنى بالقرآن وطلب العلم، ويسهل العلم عما يشوش عليه، ولا يحتقر ولا يظن بهم السوء، فأن يحسن الظن بعلماء زمانه الذين لم يظله منهم ما يخالف شرع الله، ولم يظله منهم ما يدل على باطلهم وبعدهم عن الحق، فيتحرى العلم ويسألهم عما أشكل عليه ولا يسوء الظن. هذا من أسباب توفيق الله له ومن أسباب هداية الله له. وإذا غلط في مسألة قد لا يغلط في مسألة أخرى، قد يرى في مسألة واحدة ولكن يصيب في المسائل، ثم إذا أشكل عليه وقال لعله غلط يسأل العالم الثاني والعالم الثالث والعالم الرابع، هكذا كان السلف يسألون حتى يطمئنوا، يسألون العلماء لا لقصد الامتحان والتعنت لا، ولكن للطمأنينة، حتى يجد منهم ما يطابق ما عنده من الدليل وما عرف من الدليل الذي قد أشكل عليه. فإذا وجد ما يدل على صحة ما ظهر له من آية أو حديث استقام على ذلك وصبر على ذلك، ولا ييأس ولا يسيء الظن، ويعمل ما يستطيع من الاتصال بأهل العلم ومن المطالعة والمذاكرة مع إخوانه وزملائه، حتى الزملاء قد يفيدون لا يسيء بهم الظن ولا يقول إنه أعلم منهم، يذاكر مع زملائه ويبسط البحث معهم ويناقش بهدوء من دون غضب، ولكن يناقش مع زملائه حتى يطلع حد وحتى يزول الإشكال وتزول الشبهة. ما حكم النظر؟ السلام عليك يا شيخ. بارك الله فيك. الله يوفقك. الآن أنا مثال من أجل الذي خرج من الكلية، هل الذي من خرج من الآن الناس عندهم عرض، أنا الذي خرج من الكلية هو الشيخ، أما الذي خرج من الثانوية أو من المتوسط ما هو الشيخ، ما رأيك؟ هل يعلم ذلك؟ ثم زاد علمه طلب من الصواب، من خرج الجامعة طلب من الصواب من الثانوية وهكذا. لكن لا يحتقر أهل الثانوي، لا يحتقر، مش يعني لا ولا من الثانوي لا يحتقر.